طاره الاهلي واللي فرحونا امبارح بعد فوزهم الكبير على الزمالك بنتيجه 25-13 في المباراه اللي جمعت ما بينهم ضمن ثالث جولات بطوله كاس السوبر واللي اتلعبت على صاله نادي المقاولين العرب علشان بكده الفريق يكمل عروضه القويه في البطوله بعد فوزه على الاتحاد السكندري بنتيجه 3-0 وعلى طلائع الجيش بنتيجه 3-1 قبل فوزهم الاخير على الزمالك. طبعا بنبارك لهم على الفوز وبنتمنى لهم ان هم يواصلوا انتصاراتهم زي بالضبط فريق سيدات يد الاهلي واللي فازوا برضو امبارح على الجزيره بنتيجه 27-14 وده ضمن منافسات بطوله الدوري في المباراه اللي اتلعبت على صاله الامير عبد الله الفيصل بالجزيره. والحقيقه الاهلي في كل الالعاب الاخرى سواء النسائيه او الرجاليه بيقدم مستوى عالي وعظيم جدا طول الفتره اللي فاتت دي. ده أكيد يا هند وإن شاء الله نفضل مكملين على كده. نروح بقى من الأخبار المحلية للأخبار العالمية وأعلن نادي تشيلسي عن تمديد عقد مدافعه البرازيلي الدولي المخضرم تياجو سيلفا لسنة تانية لحد 2024 اللي كانت